عليهم بالرضا ترضى تشافيهم تعافيهم تردم حق أهاليهم اللي يسهرون الليل لك ارتفعت أياديهم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامات يا والد. الله يسلمكم كل شر. كل عام أنت بخير. كل عام أنت بخير إن شاء الله. نتعرف عليك. عالي شرف الحريص الحارثي. سلامات، إيش سبب دخولك المستشفى؟ والله سبب دخول أخذت كيماوي الله يعزك للحمامات هذه. إيه. عاد تعرف هذا مكتوب الله سبحانه. الحمد لله على كل حال. حطينا مع بعض بعض وثار. هذا اللي حصل فينا من الحمد لله. حروق سبب لك حروق؟ حروق حروق في اليدين وفاليد ورجل. اليد ورجل. قبل كم؟ اظن على 5 رمضان. 5 رمضان؟ اي والله. وكيف وضعك الان؟ ان شاء الله طيب. نقول ان شاء الله من يوم جينا هنا نحن في خدمه كريمه. خدمه جليله. خدمتهم اول ما نشكرهم الله سبحانه وتعالى. انا عندهم خدمه يعني عالميه. من يوم جيت هنا في خدمة ما يبغى لها. من جيت للتغيير من جينا للمباشرة من جينا للتحرير كل ما يكون البنات لنا والدكاترة يعني خدمة ما فوقها خدمة مرة خدمة عالمية. الحمد لله. يجزيهم الله عن خير انت وهم وكل المسلمين ان شاء الله. وان شاء الله طيب الان. نقول ان شاء الله نقول ان شاء الله. الحمد لله عليك. عن الحرق امس اندروا من الحد المحروق شالوه من هذا. من اليد هذه الحمد لله الحمد لله بأعز نعمة وأعز خدمة منهم ولا ينقص علينا إلا رحمة الله سبحانه يرحمنا بها إن شاء الله الله كريم إن شاء الله ما ينقص علينا شيء إلا مرة. طيب يا والد لو بغينا أسألك عن العيد قديما والعيد الآن نبيك تحدثنا عن العيد العيد الأولين الأولين كيف من أول شيء من عيدنا يا الأولين الأولين نعم الأولين كنا العيد الأول كنا نسوي قرصان في كل بيت القبيلة نعم والقبيلة يدورون على بعضهم بعض مخرجهم من المصلى واليوم الثاني كذلك وفيها ذبح غنم وفيها خيرات عند سوّل العالم عظيمة من يومين والوقت الحاضر اليوم أرض كذلك الأهالي مع بعضهم واللي يذبح غنم واللي يجون بعسل وسمن واللي قرصان وخير من الله نعمه نعمه فضيله من رب العباد. وايهما افضل؟ عيد قديما ولا عيد الان؟ والله كلها طيبه من بعضها حق الوجد وحق الاخرين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليك بالشفاء وتخرج ان شاء الله آمين. بالسلامه وهذه باقه ورد مقدمه لك من قناه المرقاب الفضائيه جميع ان شاء الله وما ترى باس ان شاء الله وتخرج ان شاء الله سالم معافى وتكتمل فرحه العيد مع الاولاد ومع الاهل ان شاء الله. نحمد الله على ما اعطانا. الحمد لله. الحمد لله. مع السلامه. وشكرا لكم معي. في امان الله. يا مرحبا حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامات. الله يسلمك ان شاء الله. كل عام انت بخير. الله يعافيك ويطول لي عمرك. نتعرف عليك. معك محمد دلمخ القمي طال عمرك. سلامات اخوي محمد. الله يسلمك ويحييك. ايش سبب دخولك المستشفى؟ والله دخولي طال عمرك جاء لي حادث واشتب علي الموتر طال عمرك. وحط ان الله ما خرج من عنده نحمد الله ونشكرك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دخلت المستشفى الحين لي يمكن حوالي شهر وفوقها المستشفى هنية. والله ما قصروا. حق المستشفى الدكاترة الله يعز حكومتنا الرشيدة ويعينهم ينصرهم ويطول عمر خادم الحرمين الشريفين ولي عهده والنائب الثاني ويطولنا عمر محمد بن نايف وزير الداخلية ويوفقهم. دخلنا هنا أنا على عنايتنا هنا عند الدكاترة ما قصروا والله الله يطول عمرهم. أنا عندهم هنا الحادث اصطدام ولا انقلاب؟ لا والله اصطدام الله يحييك. اصطدام في الليل ولا في النهار؟ لا والله الساعة 11 من النهار. 11 من النهار؟ اي والله نطحني واحد عاكس الطريق. عاكس الطريق؟ اي والله صدم لي وانقلب موتري واشتب علي وحط يلا مخرج من عنده نحمد الله ونشكره واثني عليه. الحمد لله. اي والله. الحمد لله على كل حال. كره. الحمد لله على السلامة وما ترى باس وما تشوف شر وتخرج ان شاء الله السالم معافى. ان شاء الله. وهذه باقة ورد مقدمة لك من قناة المرقاب الفضائية ونتمنى لك الشفاء العاجل. الله يوفقكم ان شاء الله ويطول عماركم وشكرا لكم وشكرا لكم.
السلام عليكم. اهلا وسهلا. كل عام انت بخير. احنا وياك. سلامات. الله يبارك فيك. نتعرف عليك؟ تعرف تفضل. اسمك الكريم؟ قليل بن عبد الله بن مسفر بن بهلول. سلام. من انفعه. ونعم. سلامات. وش سبب دخولك المستشفى؟ الحمد لله امر الله. الحمد لله على كل حال. امر الله. امر الله اللي كما ما ترى علي على قاري. وش تشكو منه؟ والله اول. على كل حال ما ترى باس ان شاء الله وتخرج سالم معافى ان شاء الله. وهذه باقة ورد مقدمة لك من قناة المرقاب الفضائية، ونتمنى لك الشفاء العاجل باذن الله والخروج من المستشفى سالم معافى. امين. تعرف عليك؟ سعد احمد الشريف. سلامات اخوي سعد. الله يسلمك. ايش سبب دخولك المستشفى؟ والله كان الم في الصدر كذا، ومريت مستشفى الصدريه يوم الاربعاء، ويعني من زياده حرصهم الله يجزاهم خير حولوني هنا، وطلبوا مني التنويم كم يوم لاجراء فحوصات، والحمد لله طلعت الفحوصات سلبيه. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والان وضعك ان شاء الله طيب. والله الحمد لله بخير. الحمد لله يا رب لك الحمد. كلمه بمناسبه العيد. كلمة لمن؟ الأهل والأقارب اطمنهم عليك. نقول لهم تقبل الله منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وإن شاء الله يعود علينا وعليكم بالعافية والصحة. نتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله ومغادرة المستشفى. وهذه باقة ورد مقدمة لك من قناة المرقاب الفضائية. الله يجزاكم خير إن شاء الله. ونتمنى لك الشفاء العاجل. الله يجزاكم خير ويوفقكم إن شاء الله للعمل الصالح ونفع الإسلام والمسلمين. فمان الله. الله يوفقكم. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير. وأنت بخير. سلامات. الله يسلمك. تعرف عليك؟ حميد الصوات. سلامات أخوي حميد. إيش سبب دخولك المستشفى؟ والله أبد نزيف جاف العين والحمد لله. الحمد لله. كم لك في المستشفى؟ اليوم الفجر جيت. اليوم دخلت. أيه. وش سبب النزيف قالوا لك؟ شخص الحالة ولا باقي؟ والله أبد دخلت. سويت عملية عند الدكتور. عملية عيون. اي ضرب اساس ليزر وما ليزر. أيوة. الحمد لله سببت نزيف والحمد لله. جيت دخلت في المستشفى. الحمد لله. الى الان الحمد ما ترى باس ان شاء الله. وكلمة توجهها للاهل والاقارب اطمنهم عليك. الحمد لله. الحمد لله انا بخير وعافية الحمد لله. وكل عام وكل سنة إن شاء الله وهم في خير وعافية، والمسلمين وأمة محمد كلهم إن شاء الله. وإن شاء الله السنة القادمة بنصر مؤزر لكل إخواننا في جميع مشارق الأرض ومغاربها للمسلمين على أعدائهم. آمين. بإذن الله تعالى. ما ترى باس. ما تشوف شر ان شاء الله وتخرج سالم ان شاء الله. وهذه باقة ورد مقدمة لك من قناة المرقاب الفضائية، ونتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله. الله يعطيك العافية. في امان الله. مع السلامة. مع السلامة. يا ربي تشفي المرضى عليهم بالرضا ترضى تشافيهم تعافيهم تردهم حقها.